السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وسهلا طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. النهارده إن شاء الله هنكمل حل الدرس الرابع مع بعض اللي هو بتاع إعداد الكم. حلينا نصه في الحصة الأولى وهنكمل بقية الدرس النهارده مع بعض بإذن الله. نكمل على طول، نبدأ بسؤال رقم 16. أي من مايات يمثل التوزيع الإلكتروني لأيون زد آر موجب 42 تبعا لمبدأ البناء التصاعدي؟ خلي بالك وقال لك هنا إيه مبدأ البناء التصاعدي. خلي بالك لو جينا مع بعض، لو بصينا مع بعض هنلاقي ان هو اتوزع. تعالى كده نشوف بيتوزع ازاي. هو عاوز ايه؟ زد ار 40. نوزع الاول الايون. هنوزع الايه؟ الايون الاول. ادي 2 2 6. احنا قلنا طبعا هنجيب ورقه ومكتوبه. 2 6 2 10 6 2 10. تعالى نعد كده. 4 10 20 30 6 و 4 ب بكام كده؟ 36 36 38 38. يبقى انا عاوز 2 من هنا بس، يبقى دي هناخد منها كام؟ 2. يبقى دي هناخد منها 2. عاوز بقى الايون. طب الايون هل اخد من 4 دي ولا اخد من 5 اس؟ هاخد من 4 دي ولا من 5 اس؟ وانا لو بصيت ادي النواه اهوت، ادي ده واحد، ده الثاني، ده الثالث، ده الرابع، ده المستوى الخامس. هو انا لما باجي اخد باخد من اخر مستوى اللي هو مين؟ 5 اس وليس 4 دي. يبقى انا هشطب على ال 5 اس، يبقى معايا 4 دي 2. يبقى اخره بكام؟ ب 4 دي 2 اللي هو رقم ب. اللي هو رقم ب. ماشي كده يا شباب. طب ليه انا ما خدتش من 5 اس 2؟ ليه ما خدتش من 4 تي 2 ل 2 وخدت وحطيت 5 اس؟ لان لو جيت عملت التفريع اللي انا عملته ده هتلاقي ان الابعد ان هو بياخد منه الالكترونات هو مين؟ ال 5 اس وليس ال 4 دي. ماشي يا شباب. رقم 17. ما التوزيع الالكتروني الذي يمثل ذره مسار؟ الذره المسار. تعال نوسع الاف 9 اهوت. 1 اس 2 2 اس 2. طبعا التوزيع قدامك اهو. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام؟ 5 اهو. 2 4 9 الهيليوم، 1 اس 2 النيتروجين. هنوزع كله الاول. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام؟ ادي 4 وعاوزين 7، 2 بي 3 الليثيوم. 1 اس 2 2 بي 1. عاوز ذره مسار. ده طبعا ذره مستقره. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3 ده ذره برضو مستقره. 1 اس 2 2 بي 1 2 المفروض لا، ده 1 اس 2 2 اس ايه 1، ده مش 2 بي، ده المفروض 2 اس 1. لازم شايفين لازم ايه اكون بص على الاستقرار. فده مش نفس النوع ولا ده نفس البدايه. خلي بالك بقى، هو يعني ايه ذره مسار؟ يعني انتقلت من مستوى الى المستوى، انتقلت من مستوى الى المستوى. ادي ده 1 اس 2 2 اس 2 بعد كده 2 بي. يعني الالكترون هنا انتقل من المستوى اس للمستوى بي. الالكترون هنا انتقل من المستوى اس للمستوى بي. اما هنا الالكترون حصل له ايه؟ فضل موجود في مستوى بي زي ما هو. يبقى ده طبعا ذره ايه؟ مسار. ايوه ده اللي ذره المسار. رقم 18. اي مما ياتي يخالف مبدا الاستبعاد لباولي؟ اي مما يأتي اللي هيخالف مبدا الاستبعاد لباولي. مبدا الاستبعاد لايه؟ لباولي. تعال نشوف مين اللي هيخالف. لو بصيت هتلاقي ده ادي اهوت الكترونين وادي الكترونين. ده مخالف، بس مخالف مين؟ قاعده هوند وليس مبدا الاستبعاد لباولي. مبدا الاستبعاد لباولي قال لك ايه؟ لا يتفق الكترونين في نفس اعداد الكم الاربعه. طب ماشي اهو، ده مش متفقين في الام اس، دول برضو مش متفقين في الام اس، دول برضو عادي. اما هو ده ليه؟ لان ده موجب نص وموجب نص. المفروض ده كان يكون كده، يعني يكون كده وده كده، عشان يخالف الام اس، عشان يخالف عدد الكم الايه المخزن، عشان يخالف عدد الكم الايه المخزن.
معايا كده يا شباب. بعد كده ندخل على ال 19 مقالية. أعد استخدام شكل المحاور الثلاثة المقابلة في رسم أشكال أوربيتالات المستويات الفرعية للمستوى S N بتساوي 2. أنا لو شفت الأوربيتالات ورا، تعالى كده أوريك، نفتكر مع بعض شكل الأوربيتالات معايا. معايا شكل أوربيتالات S قروي، شكل أدي ده بي زد وأدي بي واي على الشكل واي، وده بي اكس على الشكل اس، وادي اهوت في الثلاث محاور. فانا لو بصيت هنا عاوز الشكل، طبعا هو الاول بيبقى ايه قروي، ادي اس قروي، البي اكس بياخد الايه، بياخد الاكس، والبي واي بياخد الايه، بياخد الواي، والبي زد بياخد الايه، بياخد الزد. ماشي كده يا شباب؟ اه هو ده اللي هو عاوزه بالسؤال. عندك بي اكس وبي واي وبي ايه وبي زد والاس طبعا. بعد كده السؤال رقم 20، استخدم معرفتك بعدد الكم في كتابة الاحتمالات الستة لإلكترون ما يقع في أحد أوربيتالات المستوى الفرعي 3 بي. الإلكترون التي يقع في أحد أوربيتالات المستوى الفرعي 3 بي، يبقى نخلي بالنا من حاجة أوي، عاوز أعداد الكم. خلي بالك ال N هتبقى بتلاتة وال L هيبقى بواحد. ليه؟ N بتلاتة وال B يعني L بواحد. طب إيه اللي هيختلف؟ L وال M L، ال L وال M L. ليه؟ ال L ممكن تكون سالب واحد صفر واحد، ومع السالب واحد يكون نص وسالب نص، ومع الصفر نص وسالب نص، ومع الواحد نص وسالب نص. يعني كده انت هتعمل ستة. شوف هتعمل ايه، ستة سالب واحد ونص، ادي ام ال اهوت، وادي ده ام اس. ام ال سالب واحد ونص، سالب واحد وسالب نص، صفر ونص صفر وسالب نص، واحد ونص واحد وسالب ونص، على طول اهو ببساطة من غير ما نقعد نكتب كتير. 21، طبقا لمبدأ الاستبعاد طبعا لباولي، فانه لا يمكن ان يتفق الالكترونان في ذره واحده في نفس اعداد الكم الاربعه، فيما تتفق احتمالات اعداد الكم للالكترونين يقع في اوربيتالات المستوى الفرعي 2 بي وفيما قد يختلف. هيتفقوا في عدد الكم الثانوي وعدد الكم الرئيسي، وهيختلفوا في عدد الكم المخزلي وعدد الكم اللي هو المخزلي ايه والمغناطيسي، اما هيتفقوا في عدد الكم الفرعي وعدد الكم او الثانوي وعدد الكم الايه الرئيسي. ماشي كده يا شباب؟ سؤال رقم 22، احنا كده خلصنا سؤال 21، خلاص نبدا على سؤال 22. حقق مبدا باولي الالكتروني الاوربيتال الاخير في ايون الكلورايد. حقق مبدا باولي، عاوزين نحقق مبدا باولي في الايه، في الالكترون الاخير في ايون الايه الكلورايد. هنشوف الاول ايون الكلورايد، نشوفه مع بعض. واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، اتنين بي ستة، تلاتة اس اتنين، تلاتة بي ستة. ده ايون الكلورايد، يعني ايون الكلورايد يعني اللي هو 18 الكترون، ادي 14 وادي 18، ده ايون الايه ايون الكلورايد. طب لما نيجي بقى نحقق مبدا ايه، نحقق مبدا باول، هنيجي نرسم البي، ادي اهوت 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 اهو، ده طبعا ايه، ادي الالكترون بتاع الايون بتاع الكلورايد. طبعا ال N هتبقى بكام؟ ال N هتبقى بتلاتة وال L بواحد وال M L بواحد وال M S بسالب ايه؟ بسالب نص. معايا كده يا شباب؟ تمام. ده رقم 23، وضح مدى التفسير ومدى انطباق كل من قاعدة باولي الاستبعاد وقاعدة هوند. قاعدة باولي وقاعدة هوند. قاعدة باولي اللي هو قال لك ايه، ما يتفقش الالكترونات في اعداد الكم الاربعة، اما قاعدة هوند اللي هو ايه، تتوزع فرادة. اولا رقم واحد قاعدة باولي طبعا مش هتنطبق، لا تنطبق باولي ولا تنطبق قاعدة هوند. لا هنا لا تنطبق قاعدة باولي وتنطبق قاعدة هوند، وتنطبق قاعدة هوند. يبقى هنا لا ينطبق قاعدة باولي ولكن ينطبق قاعدة هوند. لا ينطبق قاعدة باولي ليه؟ عشان دول في نفس الاتجاه، عشان دول هيتفق في اعداد الكم الاربعة. اما تتفق قاعدة هوند ليه؟ علشان هنا ترتبت الاول بعد كده فرادة اول،
ترتيبة فرادة ايه اولا. طب رقم اتنين، رقم اتنين انطبقت كل من قاعدة باول وقاعدة هند، انطبقت القاعدة دي ليه؟ عشان بقت اهوت لا يتفق في نفس عدد الكم الاربعة وبقت فرادة اولا، بعد كده حصل الازدواج، يبقى هنا انطبقت القاعدتين، وهنا انطبقت قاعدة ولا تنطبق، انطبقت قاعدة هونت ولا انطبقت قاعدة باول. رقم 24، استنتج العدد الذري للعدد الذري التي تكون عدد الكم الالكتروني الاخير فيه. تعال نشوف الالكترون الاخير، ادي 2 ان ب 2 يبقى 2، اللي بواحد يبقى بي، اللي واحد يبقى ايه؟ يبقى بي. ام ال بموجب واحد اهو سالب واحد صفر موجب واحد، ادي الكترون 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 ماشي بموجب نص، يبقى هو هيبقى الالكترون ده يبقى 2 بي كام؟ 3، يبقى 2 بي 3، يبقى هو 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3 4 7، يبقى العدد الذري الالكتروني الاخير يبقى 7، العدد الذري بتاعه هيبقى كام؟ هيبقى 7 ماشي كده يا شباب. رقم 25، ما أكثر عدد من الإلكترونات في ذرة يكون عددي الكم الإلكترون الأخير فيها كده، أقصى عدد من الإلكترونات، أقصى عدد من الإلكترونات. N بتساوي 3 و MS بموجب نص، N بتساوي 3، أنا عندي الـ N فيها 3 حاجات، S B D أقصى عدد، يبقى أنا هاخد الـ D، الـ D بموجب نص أهو. ادي موجب نص، موجب نص يعني اخر حاجه بموجب نص هو هنا معايا كده، يبقى 3 دي كام؟ 5، يبقى انا هوصل لحد 3 دي 5. تعال نبص لحد 3 دي 5 اهو، ملناش دعوه بالارقام دي، نجيب كده الاستيكه ونمسح الارقام دي عشان بس ايه ما نتلخبطش مع بعض، يعني عشان ايه ما يحصلش لخبطه في الارقام مع بعضها اهو. لحد 3 دي 5، ادي ده ب 2 ده ب 6 2 6 2 2. تعال نعد بقى، 2 ادي 10 20 25، هيطلع معايا ده عاوز اقصى عدد من الالكترونات هيبقى 25 الكترون، هيبقى 25 ايه؟ الكترون. تعال نشوف ال N ب 4، N ب 4 يعني S B D F، اقصى عدد يبقى الاف، ام ال بموجب 3 يعني الاف، ادي 1 2 3 4 5 6 ايه 7، سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3، ام ال بموجب 3 يعني 4 اف كام؟ 7، 4 اف 7، يبقى نوصل لحد 4 اف 7. يبقى تعالى نكمل، 3 دي 10 6 2 10 6 2 4 اف كام؟ 7. تعال نعد بقى، تعال نعد الالكترونات دي، ادي 4 10 20 30 38 48 48، ادي كده 50 56 56 و7 يبقى كام؟ يبقى 63، يبقى قال لي اهوت الام ال موجب 3، يبقى عندي اس وبي ودي واف، ام ال بموجب 3 يعني ايه بموجب 3؟ يعني انا عندي اهوت 7 1 2 3 4 5 6 ونعملها سوا، 1 2 3 4 5 6 7 ماشي يا شباب تمام. قال لي موجب 3 يعني ما قاليش موجب نص او سالب نص، يعني انا هامله ده كله، يعني 4 اف كام؟ 14، 4 اف 14 ليه؟ لان انا هامله ده كله، لو قال لي موجب نص او سالب نص كنت حطيت ال 4 3، قال لي موجب 3 يبقى سالب 3 سالب 1 0 1 2 3، يبقى انا هامله لحد ايه؟ ال 3 وخلص ال 3 اللي هو ب 14، يبقى تعالى كده نعيد لحد ايه 4 اف 14، يبقى ده ب 2 10 6 2 6 10 2 6 2 6 2 2. تعال نعد بقى، ادي 4 10 20 30 38 48 48 50 50 64 64 و 6 يبقى 71، يبقى كده هيبقى بكام الكترون؟ 71 الكترون، 71 ايه؟ الكترون، 71 الكترون ماشي كده يا شباب. بعد كده ندخل على رقم 26،
اكمل الفراغات الاتيه بما يناسبها مع مستويات الطاقه. تعال هنشوف مستويات الطاقه، هنكتبهم الاول. خلي بالك مستوى الطاقه اللي هو ان زائد ال، هنكتب كل واحد مستواه فوق. ماشي يا شباب؟ خلي بالك الاس بصفر، البي بواحد، الدي باتنين، الاف بكام؟ بتلاته. ماشي؟ يبقى اتنين وتلاته هنا خمسه، هنا بواحد، اربعه وتلاته سبعه، اربعه وواحد خمسة، اتنين وصفر اتنين، تلاتة وصفر تلاتة، أربعة واتنين ستة، اتنين وواحد تلاتة، تلاتة وواحد أربعة، أربعة. مين أقل رقم في دول؟ هو ده، يبقى اتنين إس. لأ، أقل رقم أدي ده باتنين، أدي ده بواحد، يبقى واحد إس، وتاني رقم اتنين إس. معايا؟ شفت انا رتبتهم اهو، دي ده اهو وده التاخد. فين هنا رقم 3؟ 3 اس و 3 بي، اهو 3 اس بيساوي 3 بي. شفت انا رتبتهم على حسب ان زائد ال، ان زائد ايه؟ ال. ده كده رقم 3 اتاخد اهو. رقم 4، 4، 4 اس و 3 بي، 3 بي 4 اس، رقم 4 يبقى 4 اس و 3 بي، دي 2 بي. ماشي يا شباب؟ انا كتبتها انا غلط. 3 بي. بعد كده ادي 4، 5، 4 بي و 3 دي. يبقى 3 بي، 3 دي، 4 بي. بعد كده رقم 6، 4 دي، رقم 7، 4 اف. شفت انا وزعتهم على حسب ازاي؟ على حسب الطاقه. بعد كده رقم 27، استنتج العدد الكلي للالكترونات في ذره، ما ياتي في ذره الذره. استنتج كل ما ياتي في ذره الذره. العدد الكلي للالكترونات في اوربيتالات المستوى الفرعي دي، عاوز العدد الكلي في الاوربيتالات المستوى الفرعي دي. الزئبق 80. تعالى هنعد لحد ايه؟ ال 80. خلي بالك ده الزئبق، 5 دي 10، زئبق اخره 5 دي 10، ده الزئبق يبقى اخره 5 دي 10. تعالى نعد كده اهو، عد على الاله كده هتلاقيهم ب 80. ادي 2 و 2 6، 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10. الزئبق كام؟ ب 80. الزئبق 80، هو مدي لك 80، يبقى ده هو التوزيع بتاع الزئبق. ماشي كده؟ عاوز العدد كل الاوربيتالات، عدد كل الالكترونات في اوربيتالات المستوى الفرعي دي، يعني عدي عندك كام دي؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته. عند تلاته دي، تلاته، تلاته من دي، تلاته دي، اربعه دي، خمسه دي، وكل دي فيها 10 الكترونات، يعني 10 في تلاته بكام؟ ب 30 الكترون. 10 في تلاته بكام؟ ب 30 الكترون، يبقى ده هتساوي 30 الكترون، ده 30 الكترون. العدد كل الالكترونات في اوربيتالات المستوى الفرعي بي، تعال نشوف كام بي. ادي 1 بي، ادي 2 بي، 3 بي، 4 بي، 5 بي. انا عندي كام بي؟ 4 بي، كل بي فيها 6، يبقى 4 في 6 بكام؟ ب 24 الكترون. فاهمين كده ازاي؟ بعد الالكترونات اللي في المستويات الفرعيه. توقع اعداد الكم المحتمل للالكترونات تكافؤ عنصر التيتانيوم. التيتانيوم دي اي 22، ادي كده 10، 20 على 3 دي 2، اخره 4 اس 2، 3 دي 2، 4 اس 2، 3 دي 2، اخره 4 اس 2، 3 دي 2، يعني هيفقد مره الكترون من هنا ومره الكترونين من هنا. يعني لو جيت كده هقول ان ال ان ب 2، تعالى كده، لو فقط الكترونين الاول الكترون من ده يبقى 4 اس 1، لو فقط الكترون. بعد كده 4 3 ده الاول 4 اس 2، بعد كده 4 اس 4 اس 1، بعد كده 3 دي 1، بعد كده 3 3 دي 2 الاول هيفقدوا، بعد كده 3 دي ايه؟ 3 دي 1. يبقى انا اصح ان انا اول حاجه اهوت في 4 اس، في ال 4 ايه؟ في ال 4 اس. انا عندي ال ان ب 4، ال ال بصفر، ال ام ال بصفر، ال ام اس قال لي لا في بموجب نص، لا في بايه؟ بسالب نص. يبقى كده ده الكترون وده الكترون.
ماشي. طب للتلاتة دي، للتلاتة دي عند ال N بتلاتة وال L باتنين وال M L بسالب اتنين وال M S بموجب نص. التانية N بتلاتة L باتنين M L بسالب واحد وال M S بموجب ايه؟ نص. يبقى لا سالب اتنين لا سالب واحد في ال M ايه؟ في ال M L. يبقى هنا اللي اختلف ال M S وهنا اللي اختلف ال M L. ده الأعداد الكام؟ الأربعة المحتملة. ماشي كده. اكتب اعداد الكم الاربعه لكل من الالكترون الاخير في ذره الاكسجين. ذره الاكسجين لو كنا نرتبها 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام؟ 4. 2 بي 4. فتعالى كده البي اهوت، ادي الكترون 2 3 الاخير هنا اهو، ده الاخير. خلي بالك سالب 1 0 1 ده الاخير. يبقى ال ان بكام؟ ال ان ب 2، ال ان ب 2، ال بواحد، ال ام ال بسالب واحد، وال ام اس بسالب نص. وال ام اس بكام؟ بسالب نص. معايا كده يا شباب؟ خلي بالك الالكترون الاخير هنا اهو عشان ما تتلخبطش، ده لخبطه وده سؤال حلو جدا. الالكترون السابع في ذره الصوديوم، تعال نوزع الصوديوم. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 1 ده الصوديوم. تعالى الالكترون السابع، ادي 2 4 7 في البي، ده ادي 2 4 والسابع في البي. تعالى البي اهوت، ادي الالكترونات في البي اللي هو كام؟ 2 بي. طب ماشي، الالكترون السابع ادي 2 4 ادي 5 6 7 اللي هو الالكترون ده، ده سالب 1 0 موجب 1. يبقى ال ان بكام؟ ال N معايا باتنين وال L بواحد وال M L بواحد برضو بموجب واحد وال M S بموجب ايه؟ ال M S بموجب نص وال M S بموجب ايه؟ بموجب نص وال M L برضو بموجب واحد. معايا كده يا شباب؟ ليه؟ لأن هو الإلكترون الأول، لأن هو الإلكترون ايه؟ الأول ده، لأن هو الإلكترون الأول ايه؟ ده. رقم 30، ثلاثة عناصر C و B و A و B و C، العنصر ايه؟ تعالى بقى نشوف. نحدد العدد الذري في ضوء، يعني أول حاجة نحدد العدد الذري. يحتوي على ثلاثة مستويات رئيسية، وعدد الإلكترونات في المستوى الثالث يساوي عدد الإلكترونات في المستوى الأول، يساوي عدد الإلكترونات في المستوى الأول. ثلاث مستويات رئيسية يعني ثلاثة. عدد الإلكترونات في المستوى الثالث بيساوي عدد الإلكترونات في المستوى الأول، يعني أنا عندي المستوى الأول في S بس. يحتوي اتنين، يبقى عدد الالكترونات في برضه اس بيساوي اتنين، يعني اخره 3 اس 2 بمعنى اصح، اخره 3 اس 2. يعني تعالى بقى كده اهو، 1 اس 2 2 اس 2 2 ب 6 3 اس 2. يعني العدد الذري 2 4 10 ب 12 ب 12، العدد الذري ب 12 على طول. عدد الالكترونات يساوي عدد يحتوي، او عاوز ايه العدد الذري؟ يبقى ب 12. العنصر بي ينتهي توزيع الالكتروني بمستوى الفرع 3 دي 6، يعني ال 3 دي ديت هتبقى 3 دي 6. تعالى نعد 2 4 10 ادي كده 20، يبقى 26. شوف لو انت كاتبها قدامك خلصت، زي ما انا قلت لكم الحصه اللي فاتت اكتبها قدامك كل حاجه هتخلص، لو كتبتها كل حاجه هتخلص. عنصر سي توزيع الالكترونات في اوربيتال مستوى الاخير 3 بي اكس بواحد واي بواحد وسي دي واحد على 2 بي 3. 2 بي دي بتبقى بتلاتة، 2 4 و 4 و 3 كام؟ 7. بس خلصت، شايف كاتبها خلاص خلصت، انت بتعد الكترونات بس، بتعد الكترونات فقط. بيقول لي بقى ايه في ضوء اي قاعده تم توزيع الالكترونات للعنصر سي، العنصر الكربون، عاوز توزع الكربون سي 6، يبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام؟ 2. يعني اعوض اهو، ده طبعا 2 بي 2. قال لي بقى في اي قاعده تم التوزيع؟ تبع لقاعده طبعا هوند، تبع لقاعده هوند. معايا كده؟ بعد كده رقم 31، اي توزيع الكتروني مالي يمثل ذره اكسجين مسار، ثم اكتب التوزيع الالكتروني للذره في حالتها المستقره. تعال نكتب التوزيع الالكتروني للذره في حالتها المستقره اللي احنا لسه كاتبينه اصلا، 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4. تعال نكتبه كده، 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4. تعال نشوف بقى مسار،
بيقول لك واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، اتنين بي اكس واحد، واي واحد، زد واحد. ده طبعا اللي هو ايه ده، وهي في حالتها الايه المستقر. واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، اتنين بي اكس تو، واتنين بي واي تو، واتنين بي زد واحد. لا طبعا ده محصلش اي استثارة. عشان يحصل استثارة بينتقل من مستوى الى مستوى اخر، من مستوى الى مستوى اخر. واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، اتنين بي تلاتة، تلاتة اس واحد. واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، تلاتة بي واحد، تلاتة بي واحد. تعال نشوف بقى، هنا حصل نقص في عدد اصلا الالكترونات الاكسجين معايا كده، فما حصلش يعني اللي هو مش مسار، ان هو بيكتسب كم من الطاقة. اما هنا ادي 2 4 6 8، وهنا ايه 2 بي، مفروض كان 2 بي 4، بقى 2 بي 3 3 اس، يعني انتقل من مستوى الى المستوى الاخر. اما هنا ما تنفعش ليه، لان هنا اصلا حصل نقص في عدد الالكترونات معايا كده. رقم 32، امامك التوزيع الالكتروني لاربع ذرات مختلفة. اي من هذه التوزيعات تعبر عن ذرة في حالة مستقرة. حالة مستقرة يبقى التوزيع بتاعها صح. واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، تلاتة بي، لا ما ينفعش معايا. واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، اتنين بي اربعة، تلاتة اس واحد، لا برضو ما ينفعش معايا. واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، اتنين بي ستة، يبقى رقم سي مستقرة. واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين بي، تلاتة اس اتنين، تلاتة بي ستة، اربعة اس اتنين، تلاتة دي خمسة، اربعة بي واحد. ده طبعا برضو ماليش دعوة بيه، يبقى هو الوحيد ده المستقر اللي هو السي فقط، ده كده مستقر. اكتب توزيع الالكتروني الذرات المصارة وهي في حالتها المستقرة، يبقى وهي في الحالة ليه المستقرة، يبقى ده يبقى واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، اتنين بي واحد. واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، اتنين بي واحد. ده واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، اتنين بي خمسة. اتنين بي كام؟ خمسة. واحد اس اتنين زي الفل، تلاتة دي ستة، تلاتة دي كام؟ ستة. هو هو بس اخره تلاتة دي ستة. ماشي كده يا شباب، اخر سؤال معايا. عنصر اكس تتوزع الكتروناته في اربع مستويات طاقة رئيسية، ومستوى طاقته الاخير يحتوي على ست ايه؟ ست الكترونات. اكتب التوزيع الالكتروني، طبعا لازم نكتب الاول التوزيع الالكتروني طبعا للاكس الاول. الاكس الاول بيقول لك ايه؟ اربع مستويات طاقة رئيسية، مستوى طاقته الاخير يحتوي على ست الكترونات. يعني ايه ست الكترونات؟ يعني اهم حاجة يكون اربعة. تعالى كده لو جينا لهنا، اول حاجة هنكتب التوزيع الالكتروني له عادي. تعالى نبص هنا التوزيع الالكتروني له عادي، قال لي ايه اربعة، يعني ننتبه المستوى الرابع. ادي المستوى الرابع اهوت، وادي المستوى الرابع اهو. مستوى طاقته يحتوي على ايه؟ على ست الكترونات، يعني 4 اس 2، 2 بي كام؟ 4 بي 4. كده في ست الكترونات، هنملى الباقي طبعا، املى الباقي. 1 اس 2، 2 اس 2، 2 بي 6، 3 اس 2، 3 بي 6، 3 دي 10. تمام، ده التوزيع الالكتروني بتاع الذرة. الالكترون الكامل لايون اكس اس سالب 2، يعني هنزود الكترونين، يعني بدل الاربعه دي هتبقى 6، يبقى انا كده وزعت الايون. كده انا وزعت الايون بدل الاربعه 6، كده انا وزعت الايون. ما اعداد الكم الالكترون الثالث في مستوى الطاقه الاخير الفرع الاخير في ذره هذا العنصر؟ عاود اعداد الكم الالكترون الثالث في مستوى الطاقه الفرعي الاخير في ذره هذا العنصر. الذره اللي هو 4 بي 4، لو انا كده عملت ال 4 بي 4 اهوت، ادي الكترون الكترون الكترون، وادي الكترون، وعاوز الالكترون الثالث، يعني ادي 1 2 3 اللي هو الالكترون ده، ده كام؟ 4 بي. يبقى ال ان بيساوي 4 وال ال بيساوي 1، ده سالب 1 0 موجب 1. يبقى ال ام ال بموجب 1، وال ام اس بموجب كام؟ بموجب نص. معايا كده يا شباب، ده كده التوزيع الالكتروني، ده اعداد الكم للالكترون الاخير. ماشي يا شباب، كده يبقى خلصنا الدرس بتاعنا. ان شاء الله المره الجايه نحل على النموذج البوكليت، نحله المره الجايه وبعدها ندخل في الباب التاني ان شاء الله. واشوفكم المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.